مرحبا بكم. في الكثير من المباريات يقوم الحراس بعمل العديد من الأخطاء التي تتسبب في إحراز أهداف. هذه الأهداف تكون في شباك الحارس نفسه وتتسبب له في إحراج شديد للغاية. نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نشاهد معا بعضا من هذه الأهداف التي تسبب الحراس في إحرازها في أنفسهم. فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. في إحدى المباريات كان هذا الحارس يمتلك الكرة الخاصة به، وكان يحاول في تمرير هذه الكرة إلى اللاعب المدافع، وبعدها كان يحاول المدافع تمرير الكرة له مرة أخرى من جديد. لكن الغريب في هذا الفيديو هو أن الحارس لم يستطع السيطرة على الكرة ومرت من أسفل قدمه، مما جعلها تسكن في الشباك في مشهد محرج جدا يؤكد على عدم براعة هذا الحارس في السيطرة على الكرة، مما تسبب في النهاية في خسارة هذا الفريق. في هذه المباراة الأخرى بعد أن استطاع الحارس السيطرة على الكرة لم يتمكن من تمريرها باليد إلى اللاعبين مرة أخرى من جديد، لكنه على العكس من ذلك قام بوضعها في الشباك بطريقة غريبة للغاية بيده، مما جعله يسجل هدفا للفريق الخصم، ومن المؤكد أنه كان يشعر بإحراج شديد للغاية. كان يحاول السيطرة على الكرة والإمساك بها قبل الدخول في الشباك، ولكنه لم يستطع القيام بعمل هذا الشيء، مما جعله في النهاية يشعر بحزن شديد للغاية. نقص الخبرة للحارس يعتبر واحدة من الأشياء الخطيرة والتي يجب على كل حارس الاهتمام بها وتطويرها باستمرار حتى يتمكن من السيطرة على الكرة أمام المرمى الخاص به. وما حدث في هذه المباراة يؤكد على نقص خبرة هذا الحارس، حيث إنه بعد أن كان يحاول هذا المدافع إرجاع الكرة له لم يستطع الحارس السيطرة على الكرة، مما جعلها تسكن في الشباك في مشهد غريب للغاية وتسبب في إحراز هدف للفريق الخصم على أرض هذا الحارس. هذا الحارس كان يلعب ضمن فريق ليفربول، وفي بطولة دوري أبطال أوروبا في مايو من عام 2018 لم يستطع السيطرة على الكرة، مما تسبب في خسارة الفريق للبطولة أمام فريق ريال مدريد. كان الحارس يشعر بحزن شديد للغاية مما تعرض له في هذه المباراة، ولكن بالرغم من أن المدرب كان يحاول أي وسيلة على هذا الخطأ إلا أنه كان قد تعرض لطاقة سلبية كبيرة. بالرغم من أن هذا الحارس الإيطالي والذي لم يبلغ من العمر 35 عام لديه خبرة كبيرة جدا، وكان قادرا على منع العديد من التسديدات الخطيرة من أن تسكن الشباك الخاص به، إلا أنه في هذا الفيديو وفي هذه المباراة قام بتمرير الكرة بطريقة غريبة جدا، مما جعلها تسكن في الشباك الخاصة به وتسبب في إحراز هدف للفريق الخصم. كان هذا الهدف بمثابة وصمة عار في تاريخه الكروي. في عام 2020 كان هذا الحارس يلعب بدلا من الحارس تيرتشيغن في نادي برشلونة. كان يتألق في الكثير من المباريات، ولكن في هذه المباراة تعرض إلى الضغط بعد تمرير الكرة له من قبل المدافع بيكيه، مما دفع هذا اللاعب إلى الهجوم على الحارس حتى أخفق في استلام الكرة، وقام المهاجم بوضع الكرة في الشباك وتسبب في خسارة الفريق. بعد أن استطاع هذا الحارس التصدي لهذه الكرة الخطيرة التي قام هذا اللاعب بتسديدها عليه، كانت الكرة تطير في الهواء، وكان يرغب هذا الحارس في ضرب الكرة بعيدا وحتى تصل إلى منتصف الملعب أو حتى خارج الملعب، ولكن بالرغم من ذلك قام بوضعها في نفسه في الشباك بطريقة غريبة جدا. يبلغ هذا الحارس من العمر 40 عام، وهو يلعب ضمن صفوف المنتخب البرازيلي، ويعتبر واحدا من أفضل الحراس، وكان في إحدى المباريات ويلعب ضد منتخب المكسيك. الغريب أنه بعد أن استطاع التصدي لهذه الكرة وكان يحملها بين يديه، وعندما كان يحاول النهوض من فوق الأرض سقطت الكرة من يديه ودخلت في الشباك في مشهد مؤسف للغاية. بعد أن قام هذا اللاعب المدافع بتمرير الكرة إلى الحارس الخاص به والذي كان يقف بعيدا عن مرماه، كان يرغب بهذا الحارس في إعادة الكرة إلى منتصف الملعب، ولكن بالرغم من ذلك قام بتمريرها بطريقة غريبة جدا في اتجاه المرمى الخاص به، وحتى دخلت في المرمى وتم تسجيلها هدفا. كرة القدم النسائية تعتبر واحدة من الرياضات التي فيها تقوم الكثير من الفتيات بعمل أشياء غريبة للغاية. وفي إحدى المباريات بين منتخب كوستاريكا وبين منتخب كندا، كانت هذه الحارسة التي تلعب ضمن صفوف منتخب كوستاريكا تحاول السيطرة على الكرة بعد أن تم تمريرها لها من قبل هذه المدافعة، ولكن بالرغم من ذلك مرت الكرة من أسفل قدمها وسكنت في الشباك في موقف محرج للغاية. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء في الفيديو القادم.